نيجي بقى للكلام اللي بيزعل، اللي هو الكلام بتاع كل يوم، اللي فات من الحلقه حماده واللي جاي ده حماده تاني. حماده بتاع النهارده شبه حماده بتاع الاسبوع اللي فات، وحماده بتاع الاسبوع اللي قبل اللي فات، وحماده بتاع السنه اللي فاتت. حماده النهارده شبه حماده اللي حصل في عملاق الحديد والصلب في حلوان، وشبه الحماده اللي حصل في شركه الحاويات في اسكندريه، وشبه اللي بيحصل النهارده في اسوان في كيما، واللي بيحصل كمان في شركة ناجع حمادي للألومنيوم، واللي بيحصل في شركات كبيرة حكومية لمجرد إنها ملك المواطن. ملكي، ملك سعادتك، والدي، والد سعادتك، ابني وابن سعادتك، المفروض يمتلكوا الشركات الحكومية اللي هي أصول الدولة. مع زيادة الديون ديانا اللي عمالين بيخبطوا وبينهشوا في لحمنا الحي، بقى عندنا سيناريو بيتكرر كده في كل الشركات. شركة تبقى كسبانة وزي الفل، تبدأ تخسر، ده يحطوا فيها فلوس عشان تحلو وترعرع كده زي اللي بيرش على الجرجير مية في الشارع، وهوب يقول لك الشركة بتتباع أو الشركة اتباعت. عندنا شركة عملاقة هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط والسابعة على مستوى العالم، وعدد موظفيها 30,000 موظف، اسمها مصر للطيران، الشركة القابضة مصر للطيران للنقل الجوي، شركة رقم واحد على مستوى الشرق الأوسط كله، رقم سبعة على مستوى العالم، واللي بتسير رحلات النهاردة لأكثر من 70 وجهة سياحية. الشركة العملاقة بتاعتنا دي، واللي كنا في يوم من الأيام بنفتخر إن إحنا عندنا مصر للطيران، قبل كام يوم قال لك معلش والله إحنا آسفين مع الإنجازات والتطور والتقدم والذي منه اللي احنا فيه ده، شركة مصر للطيران خارج تصنيف أفضل 10 شركات عربية وأفريقية، وخارج أفضل 100 شركة عالمية. عم بتقول إيه؟ ال10 شركات عربية وأفريقية دولت اتعاملوا بعد الشركة بتاعتنا ببتاع 5-6 عقود. ده الدول اللي بتمتلك هذه الشركات اتعملت بعد الشركة بتاعتنا في 50-60 سنة. مصر للطيران اتعملت اسس سنة 1932. هقول لحضراتكم بعض الشركات كده اللي سبقت مصر للطيران: طيران قطر، وطيران الامارات، طيران الاتحاد، الشركة السعودية، الشركة العمانية، طيران الخليج، طيران الكويت، كل دولت قبل الشركة بتاعتنا. اللي انا اسف مع احترامي لاخواتنا في هذه الدول، مصر للطيران اقدم من بعض هذه الدول. فالشركات بتاعه الدول دي بقت قدام مصر للطيران. ده حتى شركه اثيوبيا بتاعه الحبش النهارده كمان قبل الشركه بتاعتنا بتاعه مصر للطيران. ده بيجي بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور فقط من توجيهات انبيها السيسي لتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، يوم 11 يناير 2023. احنا النهارده في منتصف او نهاية 6 2023، يعني اقل من 6 شهور. وكأن كلمة تطوير في بلدنا، فاكرين دي لسيبس، كلمة السر بتاعت تأميم قناة السويس، او النهاردة كلمة تطوير دي كلمة السر بتاعت تخريب، بيع، افشال، ضرب بالنار، هدم بيوت الناس، تهجير مواطنين، هد بيوتهم فوق دماغهم، نبش قبور. دي بتحصل في البلد. يوم يطلع علينا سيد وزير الطيران المدني بعد هذا التوجيه ويقول كلام في منتهى الخطورة، قال وحطينا حل. حطيت حل انك تتسيد العالم وتبقى شركة رقم واحد على مستوى العالم؟ لا معلش، مش حلول ده، مش سلو بلدنا. حطيت حل عشان تقدم خدمة افضل؟ قال لك ابدا، احنا حطينا حل لتقليل الخسائر في مصر للطيران. لو حتى ايه، مش حطينا حل ان احنا نكسب او نوقف الخسائر، ده انا حاطط حل وخطه عشان اقلل الخسائر. السؤال اللي بيطرح بلح زي ما بيقولوا، هي مصر للطيران فعلا كانت بتخسر ولا ما بتخسرش؟ ده وزير الطيران بيقول خسائر مصر للطيران وصلت 30 مليار جنيه، ونستعرض مشروع مش عارف ايه على القيادة السياسية. الكلام ده كان في فبراير 2023. ده ايضا من ضمن المشاريع اللي قال عنها سيادة وزير الطيران. السؤال اللي بنسأله، يا فعلا مصر الطيران بتخسر؟ ده تذاكر مصر الطيران الناس اللي بتسافر يقول لك دي من اغلى التذاكر على مستوى العالم. ما تعرفش ليه؟
وبتقدم خدمة احتكارية. السفر بتاع الحكومة كله مصر للطيران، القرعة مصر للطيران، الوفود مصر للطيران، لو بتسافر مش عارف مصر للطيران. خدمة احتكارية الشركة الحكومية رقم واحد في البلد. بتخسر؟ لا ما بتخسرش بكلام السادة المسؤولين. شوف سعادتك، وزير الطيران السابق في 2019 قال إن أرباح القابضة للمطارات زيادة عن المستهدف ده في الربع الثالث من عام 2019. ده كان في 2019 وده كان وزير الطيران المدني وقتها يونس المصري. جينا في 2022 قال لك إن شركة القابضة للمطارات أحد شركات مصر للطيران أرباحها 1.5 مليار خلال 7 شهور، أو ده خلال سنة واحدة، لدرجة إن الشركة صرفت للعمال 7 شهور أرباح. اللي هو إيه ده؟ ده مكسب بالكوم سعادتك، مليار، 1.5 مليار أرباح في سنة واحدة و7 شهور للعمال. جينا كمان في 2022 مصر للطيران لوحدها بقى عاملة أرباح 951 مليون جنيه لأول مرة منذ 10 سنين. كلام الحكومة من 2019 ل 2022 بتكسب تحقق أرباح لأول مرة بقالنا مش عارف كام سنة، لدرجة إن في أهو 1.7 مليار جنيه أو 1.7 مليار جنيه أرباح مصر للطيران خلال الربع الأول من العام الحالي. الخبر ده كان في كام؟ كان في 2020 ربع الأول اللي هو 3 شهور 1.7 مليار جنيه. وكمان عندنا 3 شركات صغيرة كده تبع مصر للطيران عاملين أرباح 229 مليون جنيه. ده كلام مين؟ ده كلام الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. وفضل الموضوع زي الفل 19 20 21 لحد ما احدهم قرر يحط مفك وقال لك مصر الطيران بتخسر. تخسر ازاي يا عم؟ ما في ورق، في مستندات، في كلام مسؤولين. قال لك والله بتخسر، ده كمان عشان تتاكد انها بتخسر دي عايزه تاخد قرض ب 500 مليون دولار. مصر الطيران تسعى للحصول على دعم حكومي ب 500 مليون دولار. الكلام ده كان في اواخر سنه 2021. ومش نسكت احنا يا حكومه ونروح نسال الشركه فين الفلوس، لا ده احنا هنديها كمان القرض عشان نسحب الفلوس من ورا. الفلوس اللي اتسربت، المليارات دي اتسربت من ورا، دخلت تاني للشركه على شكل قروض. قال لك بسبب الخسائر والديون حكومه تمنح مصر للطيران قرض ب 5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه قرض لمصر للطيران اللي كسبت في 3 شهور 1.7 مليار جنيه. قال لك اه عادي، لدرجة ان عدد القروض اللي سحبتها شفطتها الشركة خلال السنة اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا وصل 2.5 مليار دولار. اضرب سعادتك النهاردة في 40 يبقى بنتكلم عن 100 مليار جنيه مصري لمصر الطيران. لا سيب عمرو اديب واروح لي كده على الراجل رئيس الشركة القابضة محمد رشدي زكريا، نفس الراجل رجع تاني يقول لك احنا عندنا خسائر يومية 500 مليون جنيه. ده نفس الراجل اللي كان بيقول كسبنا في 3 شهور 1.7 مليار جنيه. تحس ان في حاجه بقى، حاجه دي مين هيجيبها؟ الفوله الزتونه بتاعه الحوار مين يقولها؟ يطلع بيها على طول نجيب ساويرس. السنه اللي فاتت لما بدا المنحنى من اعلى قمه المكاسب لاسفل قاع الخسائر، طلع نجيب ساويرس واقترح بيع جزء من مصر للطيران 30% عبر البورصه لتسديد الديون. النهارده بعد الخسائر والفضيحة ان احنا طلعنا نجيب ساويرس طالع بيستهزأ بالحكومة، مش قلت لكم؟ اسمعوش كلامي اهو، ساويرس يهاجم مصر للطيران بعد خسارتها 30 مليار جنيه، وقال انا قلت لكم بيعوا 30% من الشركة لأن اللي بيحصل ده قلة أدب. أنا بس عايز قبل ما أختم هعرض لحضراتكم صورة لأحد الشركات اللي موجودة في القارة الأفريقية. شايف الأسهم دي؟ الأسهم دي كلها طالعة من نقطة واحدة اسمها أديس أبابا بدولة إثيوبيا. كل الخطوط دي وكل الرحلات اللي بتغطي القارة الأفريقية كلها من شركة اسمها أديس أبابا، تعاملت بعدنا بأكتر من 50 سنة. المهندس ممدوح حمزة قبل 8 سنين شاف هذه الصورة وبعت خطاب لرئيس الجمهورية بيقول له خلي بالك احنا ماشيين غلط، احنا بنسوق لورا، احترس.
السيارة تمشي للخلف. ممدوح حمزة بخصوص مصر للطيران بتاريخ 28/3/2015 مرفق خريطة توضح الخطوط الجوية الإثيوبية من وإلى العواصم والمدن الأفريقية، ومنها يمكن أن نرى أحد أسباب تقارب البلاد الأفريقية لإثيوبيا وتثبيت القوة الناعمة. المواطنين الأفارقة بتسافر من وإلى العالم عبر الخطوط الأثيوبية. هل ممكن أن يكون لمصر للطيران نفس التواجد؟ يتساءل ممدوح حمزة. كما كنا في الماضي وأفضل بكتير أكتر جاذبية للمسافر الترانزيت، تقبله فائق احترامي ممدوح حمزة الأستاذ بجامعة قناة السويس والمهندس الاستشاري. أعتقد هذا الجواب يا دكتور، أنا أحترمك وأجلك. تم تطبيقه بهذا الشكل ووضعه في الدرج من 2015 لحد النهاردة عشان تتحول الشركة المصرية العملاقة لذيل قائمة الشركات، النهاردة بتخسر تمهيدا حسب ما بيقول البعض أو بيروج سويرس لبيعها. اللي بيتهكم النهاردة على الحكومة بيطلع لهم لسانه وبيقول لهم أنا قلت لكم، وده سلو الشركات في بلدنا. نعمل إيه؟ ده الوضع. شركة تكسب تخسر تتباع وبعد كده إيه؟ نسيل فلوس.